مع تطور التكنولوجي اللي احنا بنشهده في الفترة الحالية، كتير مننا بيكون قاعد على مواقع التواصل الإلكتروني، على الانستغرام، واتساب، فيسبوك، بنسمع ميوزك، بنشوف الفيديو كليبس، حتى كمان بنشوف الأفلام. وده بيؤدي إلى أن كل الأجهزة الإلكترونية بتاعتنا، سواء تابلتس أو حتى تليفونات، البطارية بتاعتها بتفضى على طول. علشان كده احنا جايبين لكم الحل الأمثل دلوقتي حالا من هالو باور بوكيت شارجر، وهو الجهاز اللي احنا تعودنا عليه أنه محمول بيروح معانا في أي مكان، نقدر نشحن التليفونات بتاعتنا مع هالو باور بوكيت شارجر بمنتهى السهولة. احنا بنقدم دلوقتي جهاز جديد هنتعرف على تفاصيله، لكن طبعا في البداية برحب بزميلنا اللي بينضم لعالم التسوق هشام، وهيقدم لنا طبعا هالو باور بوكيت شارجر. ازيك يا رانيا؟ الحمد مبسوط جدا اني موجود معك هنا ومع قناة سيترس اللي على طول بتقدم لنا منتجات عند حسن ظن كل الجمهور. طبعا النهاردة معنا منتج جديد اسمه منتج الهالو شارجر، مقدم من الشركة الامريكية الهالو، الموجودة من اكثر من 25 سنة في السوق العالمي. طبعا مش موجودة بس في الولايات المتحدة، هي موجودة في استراليا واليابان واكثر من الدول المختلفة. طبعا النهارده يا رانيا مقدمين منتج جديد اسمه منتج الهالو تشارجر، اللي بيجي النهارده زي ما شفتي معانا المنتج، زي ما شايفين ان هو بيجي حاجة جديدة جدا شفتها وخلتني اتشد المنتج، انه بيجي بثلاث وصلات، ودي من الحاجات اللي شدتني جدا في المنتج، انه بيجي ثلاث وصلات، وصلة للايباد، وصلة للايفون، وصلة للسامسونج 4، ودي طبعا موجودة مش موجودة في اكثر من جهاز طبعا. انا اعرف ان اغلبية الشواحن بيكون بس وصلتين، حتى بس الجهاز اللي احنا قدمناه قبل كده كان حجمه كبير وفي نفس الوقت كان بيشتغل بس بوصلتين، لكن هنا عندنا ثلاث وصلات مختلفة. يعني بالضبط ثلاث وصلات مختلفة بتشحن لك ثلاث أجهزة مختلفة بنفس القوة، بقوة 7800 ميجا هرتز، وده اللي شدني جدا ان ما فيش شحن هيقطع عن الثاني، لا الثلاثة هيكون بنفس القوة وهيدوا نفس الشحن، ممتاز جدا جدا. وكمان اللي عجبني في الجهاز يا رانيا انه جه معاه الكيسز اللي بتيجي 8 ألوان، جذبتني جدا بحيث ان هي تقدر تحفظ لك الجهاز من اي خدش، انت عارفه ممكن اي حد ياخده معاه العربيه او ممكن اي حد ياخده معاه الشغل، فممكن يحصل خدش، فطبعا ده بيحفظ لك بالظبط، فده بيحفظ لك الجهاز من اي خدش وبيقدر ان هو يحافظ لك عليه تماما. طبعا زي ما شفتي انا الحاجه اللي جذبتني جدا في الالوان بتاعه الهالو تشارجر اللون الجرافايت، اللي هو يا حرام انتوا ما عندكوش غيره، بس هو بس في اللون الجرافايت هو مقدم للشباب، لكن باقي السبع الوان فهو يعني للسيدات. بس فعلا اول ما شفته اول منتج شدني واول لون شدني، هقول لك ليه، حسيت فعلا ان هو ممكن يناسب اكبر فئه عمريه من الشباب، ممتاز جدا في اللون وممتاز جدا في الحجم زي ما انت شفتي معانا. طبعا حجمه عملي جدا، يعني فعلا مجرد بس ان انا حتى لو حطيته في جيبي على طول ممكن اقدر امشي بيه سهل، احتاج التشارجر احط على طول البلاج او اليو اس بي وعلى طول الجهاز بتاعي بيكون مشحون. بالزبط. هنا زي ما قال هشام ان اللون الجرافايت هو للشباب، لكن كمان في طبعا سبع الوان تانية مختلفين. بنقدم هنا لون الاحمر وده بجلد التمساح، كمان اللون الايفوري او لون العاج، ولون البيج الجميل برضو بجلد التمساح، هنا بجلد التعبان في اللون البيربل البنفسجي، وكمان اللون الاخضر واللون التركواز، وهنا برضو في اللون البينك، وبرضه بجلد التمساح في اللون الاسود. لكل اللي حابين ان هم يحصلوا على هالو باور بوكيت شارجر، رقم المنتج هو 546102، زي ما شايفين جهاز عملي جدا، حجمه جميل، ومقدمينه بطريقه عصريه وبالوان عصريه جدا مناسبه على الموضه. ايه كمان تقدر تقوله على الباور اللي برضو باور اللي شدني فيه برضو يا رانيا ان مشكله عندنا الشحن بيكون مشكله كبيره جدا. صح. زي ما انت عارفه ان الموبايلات بتخلص، ممكن تخلص معانا في الدوام، ممكن تخلص معانا في الجيم، ممكن تخلص معانا في اي مكان واحنا بره بنكون عايزين ان احنا نشحن الجهاز، وفي نفس الوقت بيكون مشكله كبيره جدا. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي على طول، ان هنا عندنا ثلاث اجهزه مختلفه، عندنا جهاز الايفون، عندنا السامسونج، وكمان عندنا التابلت اللي هو ايباد. بمجرد بس ان الثلاثه كلهم متوصلين صالين، الشواحن بتاعتهم محطوطة، بمجرد ان احنا نشغل الجهاز اللي هو الهالو، هنا اول حاجة بنعملها اللي هو الباور، جهاز الباور في عندنا 2 سلوتس مختلفين، دي علشان نقدر ان احنا نستخدم الاثنين من اليو اس بي، ولو حابين ان احنا نشحن الجهاز برضو بنشحنه من السلوت اللي احنا شايفينها الاولانية دي، بس بمجرد ان انا بحط هنا اليو اس بي في الجهاز وهو مشحون بيبدا على طول عندي الثلاث اجهزه ان هم بيشتغلوا تماما، حتى لو احنا شايفين ان هم على اللي هم عاملين مثلا نظام الشات داون او هو السليب، بيقدر برضو الجهاز ان هو يشحن كل الثلاث اجهزه المختلفين اللي احنا شايفينهم دلوقتي مع بعض. مش بس كده، شايفين برضو ان هو قد ايه عملي وشكله جميل جدا، يعني في شنطه اي سيده بمجرد انها حاطه التشارجر معاها هتقوم تاخده بمنتهى السهوله وتتحرك في اي
مكان. يعني احنا عندنا يعني دي ادفانتج، عندنا دي ميزه، انتوا بقى في الجيب بتاعكم على طول. اكيد طبعا في الجيب، بس انا عايز اقول لك كمان ان هو بيكون مناسب للفئه العمريه اللي بيكون راح الجيم او راح اي مكان بره خارج البيت، هيكون مناسبه اكتر ان هو سهل ان هو يتحمل معاكي، وفي نفس الوقت بيكون سهل ان هو تحفظيه في اي مكان طبعا. ودي اللي عجبتني جدا في المنتج. كمان يا رانيا اللي انا لاحظته جدا ان في الهالو تشارجر بنقدر ان احنا نشحن اكتر من جهاز في نفس الوقت بنفس كميه الشحن. زي ما شفتي معانا انت قلتي ان ليكي لي 3 وصلات، بس في نفس الوقت ممكن نشحن الوصله الرابعه. مظبوط، يعني احنا نقدر نستخدم التو يو اس بي اللي موجودين. بالظبط، انت شرحتي فعلا اليو اس بي الاولى ان هي بتقدر تشحن 3 اجهزه، وفي نفس الوقت اليو اس بي الثانيه بتقدر ان احنا ندخل فيها جهاز رابع ويقدر ان هو يشحن لنا جهاز رابع بنفس القوه بتاعته اللي هي 7800 ميجا هرتز. طب احنا عايزين نعرف الاجهزه اللي انت بقى جايبها دلوقتي في الاستوديو عشان تبينها للمشاهدين. انا جايب الاجهزه اللي بقت موجوده في كل بيت عربي، بقت موجوده في كل بيت عالمي، الكاميرا والايباد. دي طبعا بقت معروفه جدا ان في اي بيت موجود الجهازين دول اساسيين جدا. احنا شايفين مع بعض ان الكاميرا احنا جايبينها معانا. اها. بالظبط. احنا زي ما شايفين هنا عندنا 4 اجهزه حاطينها، عندنا جهاز الايفون، عندنا الكاميرا، وكمان عندنا التابلت ايباد 3، وبالاضافه كمان لجهاز الكندل اللي احنا برضو شايفين ان هو جهاز عملي جدا. اول ما احنا بنشغل طبعا الهالو باور بوكيت تشارجر، بمجرد ان احنا برضو نحط الاثنين يو اس بي على طول بتشتغل كل الاجهزه وبتتشحن بمنتهى السهوله زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض. يعني مفيش اسهل ولا احسن من كده، 4 اجهزه احنا بنشحنهم بجهاز واحد، شكله جميل جدا، انسيابي طبعا، حجمه صغير وعصري على الموضه من ناحيه الالوان الجميله اللي احنا بنقدمها. مره تانية بفكركم مشاهدينا لكل اللي حابين ان هم يحصلوا على هالو باور بوكيت تشارجر اللي احنا بنقدمه لكم، رقم المنتج 546102، واللي احنا بنقدمه ده طبعا الجهاز انا بجد صعقت لما عرفت الجهاز لمجرد ان احنا بنشحنه 5 ساعات بس بيحتاج شحنه، لكن لو احنا سبناه ما استخدمناش ولا حطينا فيه اي جهاز تاني بيفضل مستمر معانا لمده 12 شهر، انت متخيل يعني قد ايه 12 شهر؟ فعلا، ودي اللي بيتكلم عنه شركه هالو ان قوه البطاريه اللي ب 7800 ميجا هرتز تفضل موجوده معاكي لاكثر من 12 شهر. وزي ما احنا شايفين يا رانيا ان انا شايف ان الايفون بيكون اكتر من 27 ساعه تحدث. يعني احنا دلوقتي بالظبط اللي احنا بنقوله للمشاهدين ان هنا لما احنا بنستخدم هالو باور بوكيت تشارجر هي دي عدد الساعات الاكسترا او الزياده بالزبط. اللي هو هيديها لنا بالظبط، ودي اللي هي بتعدي اي شحن عادي جدا. ان زي ما انت عارفه الايفون 4 بيكون 27 ساعه تحدث، الايفون 5 بيكون 27 ساعه تحدث، وكمان السامسونج جالاكسي اس 4 بيكون 37 ساعه تحدث. وطبعا ده اللي شدني جدا في المنتج وشفت ان هو يقدر يديني اكتر عدد ساعات شحن. كمان انا شايف ان الايباد ميني بيدي 10 ساعات من التصفح في الانترنت. واو. ودي ممتازه جدا طبعا. 10 ساعات انا بشوفه وبعرف ان اكتر من اجهزه بيكون بس مش اقل من 4 ساعات، بس دي الجهاز بيدي 10 ساعات ودي ممتازه جدا. كمان جهاز الكندل اللي انت شرحتيه من قبل كده يا رانيا وبين لنا مشاهدينا ان المنتج 11 ساعه ان انت تقدري تقري اي كتاب على الكندل. ده اضافه على البطاريه نفسها بتاعت جهاز كندل 11 ساعه كمان اكسترا إضافية. بفضل هالو باور بوكيت تشارجر. صحيح، اكيد مفيش احسن من كده. دلوقتي نتكلم على مواقف كتير، انت ايه اكتر موقف محرج انت تعرضت له؟ انا كان كنت محتاج فيه جهاز زي هالو باور بوكيت طبعا تشارجر. انت عارفه ان ممكن اي مكان نتعرض فيه المواقف، بس فعلا في موقف اتعرضت لي مش هقدر انساه. انا كنت في الجيم فعلا ومستني ان في واحد من صحابي يقدر يجي ياخدني، بس فعلا الشاحن خلص وكانت مشكله كبيره بالنسبه لي. بس الحمد لله قدرت ان انا اشوف اي حد معاه نفس التشارج. دي كانت مشكله كبيره ان انت بتحاولي تشوفي اي حد معاه نفس الشاحن عشان تقدر تشحن الموبايل بتاعك. وزي ما شايفين دلوقتي مع بعض على الشاشه في مواقف كتير مختلفه احنا ممكن نتعرض لها، موجودين في الكوفي شوب مستنيين صحابنا مش عارفين مكاننا بالظبط، او احنا مثلا العربيه بتاعتنا عطلت في مكان ما مش عارفين احنا نوصل لحد نتكلم معاه، او حتى لو احنا موجودين في الجيم مواقف كتيره ممكن نتعرض لها بنحتاج بس لجهاز جميل جدا زي هالو باور بوكيت تشارجر علشان خاطر طبعا يظبط لنا الحياه تماما وهو ينقذنا من اي موقف محرج احنا نتعرض له. دلوقتي هنعرف مع هشام الريفيوز، في ناس كتيره جدا حبت هالو باور بوكيت تشارجر وحبت انها كمان تقول الريفيوز بتاعتها. طبعا يا رانيا انا في ناس كتير بعتت لي شكر